انت فاكر ان انا هسيبك ولا هسيب؟ في ايه يا عبد الاول؟ تعالى في ايه يا عبد الاول؟ ده انا عمال ادورها في دماغي يمين وشمال مش لاقي غيرك يعملها. غيري مين؟ انا مش فاهم اي حاجه. انت اتكنيت اهو عيني. انت اللي ورا الحادثه. والله يا ابدا انت فاهم غلط. ايه ده؟ ما تحلفش ما تحلفش يا سيف. انت فاهم وانا فاهم. فاهم ايه؟ ازاي انا هعمل كده يا اخي وانا روحي في ايدك؟ هتعمل كده عشان انت روحك في ايدي يا اخي. افهم اللي فاهمك كده حمار وما بيفهمش. ده انا كنت هكسب من وراك الشهد. اوعى. عشان مديح وعشان رقبتك ما تطيرش ورقبتك في ايدي. اديك قلتها. رقبتي في ايدك يا عبد الاول. اكسبك بقى ولا عاديك؟ لا تخلص مني. لا اكسبك. انت مش فاهم حاجه. اهدى بس يا عبد الاول. ريلاكسيشن. اهدى اهدى يا عبد الاول. تعالى بس هفهمك كل حاجة. اهت اهت. تعال فضل فضل. شياكة شياكة. اهت. ليه كده؟ ليه كده يا أخي؟ وهتستفيد إيه يا عبد القوي لما تبلغ عني؟ كفاية إن أنا أشوف رقبتك متعلقة قدامي على حبل المشنقة. مش هيحصل. فاهم غلط أنت يا عبد القوي. حسبتك مش صح. عارف ليه؟ علشان انا مبلغ عن مديحة ان هي هربانة مني مع عشيقها. قايل كده في المحضر. ده غير ان هي مدفونة فين؟ ها؟ ايوة في المزرعة. مزرعة سعيد اخوك اللي انت قاعد فيها. يبقى قتلك يا عبد القوي. في ايه انت القميص ده مضايقك في ايه؟ اهدى يا اخي. طب ايه رأيك ايدك؟ ايوه. ايه ده عبد الاب؟ ايه ده عبد الاب حبيبي؟ اقعد. السوشيال بيبقى امور ازاي لما تهدى؟ نعرف نتفاهم. ايه رايك يا عبد الاوي؟ اديلك الورق اللي يثبت ان اخوك سعيد واخوك نبيه استغلوك وانت في الغيبوبه وشالوا حته من دماغك وانت مش فاهم اي حاجه. يثبت ان هم زوروا في الورق ده وساعتها هياخدوا اعدام بالمستريح والقصه تخلص. تبقى خلصت من اخواتك رسمي. بس بكام؟ عشان انا الصراحه عبد القوي زهقت بجد يعني من فكره ابو بلاش ده. كل شويه انا عايز يا سيف كذا انا عايز يا سيف كذا وفي الاخر مفيش اي حاجه. فلنكش كفايه كده قوي. هديك اللي انت عاوزه. ما قلنا بقى زهقنا من الكلام يا عبد القوي. انا كده كده هاخد اللي انا عايزه. لان انت هتاخد الجمل بما حمل. هتعمل ايه بقى؟ هتكتب لسيف نص اللي انت خدته. تكتبه لي. ساعتها انا هديك مفاتيح الجنه اللي انت بتحفى عليها من زمان. ايه رايك؟ لعبة تانية صح؟ والله ولا تانية ولا تالتة. زهقنا خلاص. بعدين لعبة تانية ايه؟ ده انت هتبقى ولي النعم. ايه الاخبار؟ كلمت سعيد؟ كلمه نطمن عشان ياخد الدواء. تلاقيش على سعيد. هو كده كده بيخلي باله من نفسه. بكره تروح له البيت تعمل تقرير كامل. حاضر. مالك في ايه؟ مالك؟ ماليش في ايه. اسئله كتير كتير. ايه؟ بقيت عصبي قوي.